هل تعلم ماذا ينتج من برميل نفط واحد؟ تختلف نسبة المواد التي يمكن إنتاجها من النفط الخام تبعاً لجودة ودرجة كثافته، والتي تتدرج ما بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتبلغ سعة برميل النفط الخام نحو 42 جالوناً، ما يعادل 159 لتراً. وبشكل تقريبي إليك أبرز ما يمكن إنتاجه من برميل نفط واحد. ينتج البنزين بمعدل 19 جالوناً، ويشكل نسبة 43.4 من العشرة في المئة من إجمالي البرميل، ويكفي لقيادة سيارة متوسطة الحجم مسافة تزيد على 450 كيلومتراً. وينتج وقود الديزل بمعدل 12 جالوناً، ويشكل نسبة 23.5 من العشرة في المئة من إجمالي البرميل، ويستخدم في التدفئة، ويكفي لقيادة شاحنة ثقيلة مسافة 65 كيلومتراً. كذلك ينتج البرميل وقود الكيروسين المستخدم في الطائرات النفاثة بمعدل 4 جالونات، أي بنسبة 9.2 من العشرة في المئة من حجم البرميل. وينتج البرميل قرابة لتر واحد من زيت المحركات. أما زيت الوقود الثقيل فيشكل نسبة 3.8 من العشرة في المئة من إجمالي حجم برميل النفط، ويستخدم في محطات تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء. وتشكل مادة الأسفلت وزيت القار نسبة 3.1 من العشرة في المئة من إجمالي حجم برميل النفط، وتستخدم في رصف الطرق وكمادة عازلة في البناء. أما نسبة فحم الكوك التي يمكن إنتاجها من برميل النفط فهي نحو 4.9 من العشرة في المئة من إجمالي حجم البرميل. كما ينتج من البرميل الواحد كمية من غاز البروبان تكفي لملء 12 اسطوانة غاز منزلي. وتشكل البتروكيماويات نسبة 2.4 من العشرة في المئة من إجمالي حجم البرميل، وتشمل عديداً من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا، مثل المطهرات والشامبو والنظارات والأقراص المدمجة وإطارات السيارات والعدسات اللاصقة والقلوب الاصطناعية وغيرها من المنتجات.